انت ليش لابس؟ لابس خنجر. خنجر وزكي لا. عمره 3 مسكين صغير كذا. طيب متى تقدر تلبس الخنجر؟ متى يعني؟ سنتين. تحية لياسر. تحية لياسر الزعتاني. طيب أنا أحب الأطفال اللي زيكم اللي يعتزون ويلبسون الملابس الحلوة هذه حقت عاداتهم وتقاليدهم. ترى أنت ما صغير. أنا؟ هي. أنت عارف أنت كم عمرك؟ يلا كم عمري؟ 2. أكو حد ياسر القحطاني. يعني كل شوي أنا أصغر في العمر معاكم؟ لا لا. شافكو حد ياسر. إذا على كذا بنقعد أسبوع قدام. شوف كاميرتين يصورونك. أنا بس كل الكاميرات تصوركم. أنا أقول لك ليش جلست هنا؟ عشان ما عرفت أقعد. يعني أنا إذا 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 واحد عجبني كثير لازم أجلس في الأرض. ترقي جلسة نورة، شافكو حل ياسر القحطاني. أشهر لاعب في السعودية ياسر القحطاني. طيب أنا الحين استحيت الحين. حنا معك برواحنا بود اليزن، ارسم طريق الخير ونور عتمته، يفداك عمري والنظر يا مسكن، قلب الذي نور وزادت عظمته، قواتنا وقت الشدايد كم غزن، قابوس علمنا الصبر من حكمته، قابوسنا عيدك نهر جنة عدن، كل عام وهيثم للعلا في سيرته. الله سلامتكم. يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني حتى الأشعار اللي تختارونها في الوطن وحب الوطن. بقول لك شيء، اسمح لي الله يخليك. بقول لكم شيء، ترى انت ما صغير. لا تقول هذا الشعر يا أخي. أنا أقول لكم شعر؟ أنا ما أقدر. ما يعرف وين أحتلي.